السلام عليكم طلاب، بهذا البات راح أشرح لكم الأكشن الحركات أو وظيفة الدايفرام. راح يكون يعني محاضرة جدا سهلة وسريعة همينة، وراح أشرح لكم هنا بس اثنين سلايدين فقط، أي عفوا ثلاث سلايدات. هاي السلايد أول شي ذاكرنا أكو بارفلال وأكو سنترال. البارفلال هو المحيطي طبعا، بارفلال محيطي، والسنترال هو المركزي. يقول لك البارافرال المحيطي يكون مسكولر بارت، اي جزء عضلي، اذا تشوفونه هذا جزء عضلي يكون عضلي. اما السنترال او يكون او اسمه ابوناتريك ابونيو روتيك او هيك، صراحه اللفظ مالته هذا همينه شويه صعب، بونيو روتيك. يكون سنترال تندن. إذن عرفنا السنترال يكون تندن والبارفرال يكون ماسكولار بارت. المحيط اللي هو هذا، هاي الأجزاء المحيطية اللي هي بها الاتاتشمنت. أما هذا المركزي يكون تندن. أتمنى وضحت عندكم وفهمتوها. هسه ننتقل للسلايد اللي بعده. السلايد اللي بعده مضحنا الأكشن طبعا. أول شيء يقول لك هو the major role of the diaphragm is inspiration, inspiratory. عفوا الوظيفة أو يعني وظيفته الكبيرة هي التنفس، خاصة يعني عضلة تنفسية. but it use also abdominal training. هم تستخدم يعني بالabdominal training اللي هي يعني عدة وظائف بالabdomen، لأن هي سبب ضغط أو pressure على الabdomen. أول شيء بالinspiration بالتنفس أو الجسم اللي هو ال يعني هو الاسبيريشن اللي هو الشهيق عفوا. when the fiber contract and shrinkle inspiration only the dumb this descend. شوف انا هذا يقول انه عنده الشهيق راح شرح يصير هاي الدم اللي هي كان تصير هاي. شوف ثواني وين هاي، اذا تشوفون هاي هي الدم تنزل تصير هيك شكلها ويتوسع الثوراسيك كيج. This sucks down the lung base and does not disrupt the mediastinum. ما راح يتأثر أو ما راح يصير أي إزعاج للميديستاينوم، ما راح يتأثر الميديستاينوم. الميديستاينوم هو متمركز على ال وين ثواني خل أوضح لكم. هنا متمركز بالcentral tendon. يعني فش راح يصير هو الهاي الدم تنزل لي جوا ويكبر الثوراسيك كيج والرئم يعني تاخذ راحتها. عندنا النقطة الثانية as the diaphragm contract intra abdominal pressure tendon. يقول لك يابا لما تنزل هاي القبة او الدم السبب pressure ضغط على المعدة على الابدومن. فهاي الشرح يصير عند vena cava foramen وكذلك على vena cava foramen and the central tendon is part widely open to assist venous return via the inferior vena cava. اذا الضغط اللي دي يصير، خلنا نعرف شغله هنا، هاي vena cava، vena cava open، هنا دي يصير ضغط على vena cava. هذا الضغط اللي دي يصير بدوره يمنع الدم من يرجع، لان هو بالنسبة للفينز، الفينز الدم يصعد من الجسم اللي هو inferior vena cava يصعد للقلب. فهنا ايش صار؟ هنا اللي صار انه التقلصات اللي تصير الكونتراكشن او اللي تصير عفوا بالدايفرام هي يعني شلون تمنع الدم ان يرجع للاسفل. يعني اتمنى صارت واضحة عندكم. ننتقل للسلايد اللي بعده. عفوا يا سلايد، سوري انا طبعا هسه حيل تعبان ومن اسف دا اشرح لكم. عندنا هاي يقول لك the esophageal opening is held closed by the pinch like action. pinch او هيك شيء like action resulting from contraction of the muscle sling of the right cross to discourage regression of the stomach contact. ها هذا نفس الحاله اللي هنا وانا الفتحه مال ال خل اوضح لكم اياها. وين esophageal opening
هاي وينها اللي هي فتحة مال المريء اللي تنزل هنا. كذلك اللي دي يصير البرجر أو الضغط اللي دي يصير بالنسبة للدايفرام يمنع الأكل من أنه يرجع. discourage regression أي ويتها شنو لفظها regression of stomach content sorry. فيقول لك يمنع من عودة الأكل لل يعني لل شو اسمه يعني هو مو ينزل للمعدة. فهنا هاي بتولي الضغط هاي الفتحة من قبل العضلات الموجودة حولها فتدفع الأكل اللي جوا وتمنع من العودة للمرء. إذن هاي فائدة ده. أما the aortic opening unaffected ما تتأثر لأن هذا الأبهر إذا يتأثر راح يسبب ضغط وهو هذا الأيورتا مسؤول عن تغذية جميع أنحاء الجسم. وكذلك يعني هو الأبهر يعني بعد شلون يصير عليه ضغط. إذا صار عليه ضغط يصير مشكلة عندنا كلش كبيرة ممكن يأثر على سريان الدم بالجسم. نجي هنا على الأخير شو يقولك abdominal straining for evacuation of pelvic effluent defecation and micturition and perturation. هاي الابدومينج اللي هو الدصير الضغط اللي بيصير على الابدومين او هاي الانقباضات اللي تصير على الضغط هاي مفيدة يعني تكون لها تأثيرات اللي تصير بالبيلفيك بالخروج والادرار والولادة. اذا الدايفرام هي عضلة لها يعني من خلال الستريننج اللي تسوي او الضغط اللي تسوي على الابدومين تساعد اثناء الخروج واثناء الادرار واثناء الولادة. Diaphragmatic contraction aids that of abdominal wall rising into abdominal. Then هذا كله ذي يجي من abdominal pressure. طبعا المعلومة انه الابدومين عضلة مال الدايفرام هي ارادية ولا ارادية يعني بالحالتين ارادية اثناء الديفكشن والميكاتريشن والبارتريشن اثناء الخروج والادرار والولادة بس غير ارادية اثناء التنفس. هنا ديحكينا على الهيكابس separated spasmodic contraction of the diaphragm يعني هو يعني شو اسمه يكون انقباض اضطراب يعني الدايفرام يصير بي يعني شون مثل ما اقول لكم انه عفوا يصير الانقباض مالته او يعني الانقباض مالته او الحركة مع عضلات مالته يصير بها اضطراب مثلا فهي سببها سبب الهيكابس. closer of the glottis and release of the trap. المهم يعني هي هاي احنا نعرف الهيكاب شنو سببها. سببها انه اكو spasmodic contraction of the diaphragm. اكو تقلص يعني اضطراب بالتقلص مع عضلات الدايفرام. وطبعا هاي يعني تصير وتروح. احنا نعرف انه هاي الحزوقة تجينا وتروح. بس انا شايف تقرير انه ما هذا الصراحة يعني بس يعني دا اقول لكم شايف تقرير معين انه مرات تطول 4 أيام 5 أيام يعني هاي لازم يروحون على طبيب معين ينطيهم ما ادري مادة معينة اللي هي بتوقف هاي الهيكابس. نجي هنا اقول لك على خير سلايد اقول لك associated with a lifetime of constant activity about 55% of diaphragm muscular fibers and 65% of intercostal muscle fiber are or the slow twitch of هذا هنا الكلام كله ده يقول لنا يا ابا انه هي هاي من العضلات انه يعني تكون قوية جدا وطويلة الامد وتحتوي 55% من العضلات القوية الانسجة اللي تكون intercostal muscle fiber. المهم هذا الكلام كله يا ابا يقول لك انه تكون بها عضلات نسبة عضلات او كلش عالية وطبعا تحتوي الميتوكوندريا كلش عالية كذلك ولذلك هي تكون عضلة قوية وتستمر طول الحياة يعني شغالة. يقول لك يا بقى slow twitch muscle fiber have high contraction of mitochondria and myoglobin. هاي اللي تحتوي لها اللي هي diaphragmatic muscle fiber and هاي intercostal muscle هاي شنو هي هاي العضلات تكون بطبيعتها تحتوي على mitochondria and myoglobin. هاي اريدكم يعني
حالتك زوري عليها إنه هي تحتوي على نسبة عالية من الانتركوستال مصل، وهي انتركوستال مصل بدورها تحتوي على الميتوكوندريا والمايوغلوبين، هذه اللي هن اللي ينطاتها القوة القوية يعني والاستمرارية إنه هاي العضلة الدايفرام تستمر طول الحياة. Although they are smaller than the fast twitch fiber, يعني أسرع من ال أكون سريعة هاي أصغر من عفواً أصغر من ال من الفاست تويتش فايبر من العضلات السريعة. صراحة ما أدري إنه هي تكون smaller أصغر من الفاست تويتش فايبر العضلات السريعة. They are surrounded by more capillary و this combination support aerobic metabolism resistance. هذني المهم يعني بيقول لك هاي combination خليط يساعد يعني هاي المواد الموجودة انه هي يعني تساعد الدايفرام. صراحة أنا هاي هنا ما عندي أدنى معلومة، هو الدكتور ما متطرق بها بصورة عامة وما وضحها، بس يعني بس ذاكرها هي كانت ثلاث أسطر، فأتمنى تكون عندكم نقطة معينة إنه هذا اللي ثلاث أسطر يعني نبذة بسيطة. فأريكم تروحون الميتوكوندريا والمايوغلوبين موجود بال intercostal fibers muscle fibers، وهذا يكون smaller هاي بالنسبة slow twitch، وهاي يكون أصغر من الفاست تويتش. صراحة أنا هاي ما عندي ما أعرف هالشين هاي سلو تويتش أو فاست تويتش، بس يعني من هو دكتور ما متعمق بيها، لذلك إحنا ما نتعمق بيها. الميتابوليزم والفيتجور ريزيستنس والسبورت أيروبيك. هنا نكون خلصنا الدايفرام وخلصنا الأكشن الوظائف مالته طبعا وبشنو نستفاد منه. بالنهاية أقول لكم يعني هذا عن اللي هنا أنا صراحة يعني ما أريد أطلع من المحاضرة يقولوا مثل شرحت الشو ما شرحت الشو، ما صراحة أني أعتمد على منهج مالت الدكتور علي ذو الفقار، وهو الدكتور يعني ما تعمق بيها حال، لذلك أنا ما أحب أتعمق بيها حال وأدوخكم وأدخلكم شغلة، يعني هي هاي شغلة فسلجية وهستولوجي يعني بالأنسجة موجودة. إن هذا اللي أشارككم عليكم تعرفوه. هنا نكون خلصنا الدايفرام، أتمنى فهمتوا، وأي سؤال عندكم راسلوني على المعرف، وشكراً.